عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب بالسيف الكاتر الأصلي من تكار تومي والفريم الأصلي ضد كل بلابلنا القادر على التحمل والدفاعية. ذو بلابل أصلية من تكار تومي فقط. وحابين نذكركم مشتاقنا إذا ما كنتم مشتركين دفعين جبسا بهذا بنوصل لهدفنا 100,000 مشترك قبل نهاية السنة، وكمان يعني اضغط زر اللايك لنوصل مقطع لعدد من اللايكات. ونذكركم يا جماعة الخباب المتجر تحت صندوق الوصف للي حابب يشتري بلابل أصلية من تكار تومي، بلابل من شركات أخرى. طبعا بعد الإقبال الكبير على المتجر ما شاء الله تبارك الله المنتجات أغلبها خلصت، وتقريبا اللي باقي منه كمية جدا قليلة والأغلب حلبات أو في مجموعة لوميز مثل الإمبراطور باقي منه تقريبا حبتين. يا جماعة الخير شكرا لكم على اقبالكم الرهيب على المتجر. بإذن الله طلبنا كمية خرافية بلابل كلكم تحبوها، منهم بلابل دي بي داينامايت واغلبهم بلابل سوبر كينج. ما بحرق لكم اكثر، الكمية حتكون مرة رهيبة، كمية من كل بلبل ما حتكون جدا كبيرة، ولكن الكمية العامة بإذن الله حتكون جيدة وحترضيكم يعني، وكل واحد حيقدر يشتري بلابل اللي هو يحبها وبأسعار منافسة جدا. فترقبوا الكمية الجديدة وشكرا على دعمكم المتواصل. يلا خلينا نبدأ بالنزلات. الامبراطور الامواج الاسطوري الدفاع الصلب كل حطم وخرب كل المدح. السيف المفروض يكون اقوى بالفريم اثقل حيكون هجومه ارسى. اوكي فاز عليه بقوه الدوران يا جماعه الخير. عندنا بلابل جدا كثير يعني لازم نجربهم في مقطع اليوم، فعشان كذا حنلعب كل باب بجوله واحده. محط كل الضربات ما تحطم. بلبل الثالث حيكون بلبل سوبر كينج دفاعي واللي هو 2 مدفع بلبل لاعب مجدي الموسم الخامس. شوفوا لو سيف الكاسر حطم ال 2 مدفع بنعطيكم $50 ستور. اوكي محاولتين، هذه المحاولة الأولى، اوكي أنا في أمان. محاولة ثانية يلا. الثانية. محاولة ثانية الله يستر. لا. كفو التنين يا أسطورة يا شيخ، شوف كيف التحجيم. قاعد يدور كذا شوف شوف كذا قاعد يدور، عشان ما باكم تاخذ 50. واه يا ضربات كيف شبح النهاية. كيف ضربات شبح النهاية نادرا اذا تحطم يعني، حتى ما توقع تحطم من يوم اشتريناه صح؟ تفكر انه تحطم؟ عنده نظام الليمت بريك ومره هذا الشيء قاعد يحميه. اوكي كان زال من جوله احنا واحد اللي بعده. اول كان هجومه اقوى يعني كان يدور في الحلب بسرعة وممكن يصدم في جدار الحلب ويرجع، بس دحين مع الفريم صار وزنه أثقل فصار دوران راسي أكثر يعني. اوكي يلا هيبقل. كيف الضربات؟ قاعد ينط سيف السمندر يب. اوكي يلا وحش طلع من البيوشن. منين دم؟ خرج خرج حلب أسطورتي. خليني أشوف الحلقة أحطه ما في حسابين. أوه خفج ببلين وحطم الثالث. ضربات ثلاثية صارمة والله ما اعرف شو اقول. يا جماعة الخير الحين بلبل سوبر كينج خباب في القدرة على التحمل بلبل سوبر كينج. والله كنت بتحمس واقول اذا حطموا اديكم $1000، انا اصلا ما عندي $1 ستور يعني. ما في ألف ستور يعني، مية 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 كثر ما هو كثير. ألف ستور اي والله صح. كان زاسا قدرة تحمل اكيد مباراة. كم كليك؟ ولا كليك. اوكي خلاص اللي بعده. هذا النص. واو دراسة. اوكي اللي بعده الخادم متوهج. ويبدا دفاعي عن اللي باليوشن. متوفر في المجرة. متوفر ايه في كمية يعني. واو هذا لما تحطم كذا يصير شيء. يب حماس كذا كل قطعة تروح في جهة. اوكي اللي بعده يحطون. عامل محيط. بلبل يساري. يلا. خبط خبط حلبة نشوف الثاني. خبط الحارس. خبط الحارس قوي. صعب اصلا نفوز عليه. خبط الحارس الثالث جولة منفصلة يلا. واو يا ضربة. والله يا ضربة قوية. حتى باب كذا هاجد شوي. ما حلو ما ينزل كذا يصير. كيف يا اخي؟ ليه ما في بيبس؟ نبغى بيبس. يلا ده. انت وبين قوتك. اوه على خلك كلب. لو نبي كيف السيف؟ السيف الثلاثي صعب صعب. يلا والله حصل كفو. جاب حمد جدا اقوى بلابل دفاعية، اذا ما كان اقوى بلابل دفاعي في التوب. اوه
صعب 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 تفوز عليه صعب. هي خلاص انا احسب اللي جاي راح توقف. حتى فاي يعني من قوته وذكائه ما اقدر احسب الجارح. هاي شوف نمدحه يخسر نمدحه يفوز. الجارح ضعيف. شوف زي ما قلت. والله انه خسيس. خسيس مكار. اوكي الجارح مطول. ايه انتقم. سيف انتقم يعني مستحيل الجارح مطول قوي. الجارح يكون جولة واحدة. الجارح نقول بالجارح اللي انقطع على قوة الظلام. اوه فك الحلقة وفاز. كلب الحابس. والله بس حلو. اوكي. حط ماء. فصل ما يتحطم. مع الهواء. يحاول يتحطم فصل ما. يعني اضعف الضربات تلاقوه يتحطم. اوكي البيبل بادح يكون بيبل خرافي مرة قوي يا جماعة الخير. ايش هذا؟ ايش فيه؟ ايش السالفة؟ والله ما ادري. تعبان الطاير. نزلوا تحطموا الاثنين. تعبان الطاير سوى انفجار. متفقين. الثاني نبغى نفهم ايش صار قبل شوي. لو حطمته تكون اسطوره. واو من جد من جد عين الصقر. اوه حطم في يدي من اقوى البلابل يعني من جد. حطم السيف السمندري تبعين. اوقف الحلبه كذا بقى الصاعق. الحين في بلابل جدا اول لما خلصهم كلهم في لقطه واحده. اللحاء صعب صعب حتى هجوم اللحاء. صعب 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 ما مستحيل. باقي طبعا اللحاء والكلب متوحش. واو اداه ضربه بعين. من جد من جد الضربه كانت قويه. بعين اللحاء صعب تحطم. اخر بلبس كلب متوحش. يا قبل حلبة نبي نلعب آخر جولة بطار السحاب. بس هذا كان كل عام مجبور لا وسوي أكتر اشتراكت في عجلة صح صح لا وسوي اشتراكت في عجلة سمعت. وصلنا للختام مشاهدة شوفوا المقطع الجاي. نحاول نزيد مقطع ثاني إن شاء الله اليوم إذا كان عندنا يعني إمكانية. ومع السلامة.